مساء الخير. هنا القاهرة عاصمة الخبر، وهنا آخر أخبار غرائب مونديال قطر 2022 في هنا المونديال. من أول يوم في المونديال شهدنا أحداث متنوعة بين فرح وانكسار. شهدنا أمال تتعلق من جديد وأخرى تختفي، منتخبات تودع وأخرى تكمل الطريق، أبطال يختفون ويرحلون وآخرون يولدون من جديد، أسماء تظهر لأول مرة وأخرى تكافح من أجل البقاء. حينما نتحدث عن الكفاح من أجل البقاء، قطعا سيظهر اسم ابن ماديرا كريستيانو رونالدو، الذي رغم الخسارة احتل مواقع التواصل الاجتماعي اللي انقسمت ما بين مؤيد لمسيرته وبين من يرغب في رحيله تاركا المكان لغيره. المنتخب المغربي حقق إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي أفريقي بيدخل المربع الذهبي. إنجلترا كمان حققت رقم قياسي، ولكن في عدد مرات خروجها من ربع النهائي وعدم حصولها على حلم المونديال. الحلم هنا هو اسم الكرة الجديدة واللي هتحل محل كرة الرحلة الحالية واللي هتكون من نصيب الفائز. وبما ان النهارده ما كانش فيه مباريات، فموضوعاتنا هتكون مختلفة يعني عن اللي اتعودتوا عليه. فاصل قصير ونواصل هنا المونديال. كريستيانو رونالدو النهارده أصدر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، وعلق على الوداع المبكر لمنتخب بلاده لكأس العالم. رونالدو أكد في كلامه على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه قاتل للفوز بكأس العالم وعشان تكون البرتغال في قائمة المنتخبات المتوجة باللقب. الأهم إن النجم الكبير أكد إنه متمسك بحلم الفوز بلقب المونديال، في إشارة واضحة جدا إنه لن يعتزل قبل مونديال 2026. يعني هو هيكون عنده 41 سنة، تفتكروا هل هناك ما يمنع؟ نروح لمنتخب البرتغال واللي غادر النهاردة قطر بعد وداع المونديال على يد منتخب المغرب. حاليا الشكوك بتحوم حول مستقبل مدرب الفريق فرناندو سانتوس، وغالبا الأقرب هو رحيل المدرب عن تدريب المنتخب. نروح لإنجلترا اللي أصدر مارك بولينغام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيان أشار فيه لتجديد الثقة في مدرب المنتخب وهو جارث ساوثجيت، وده بعد الخروج من المونديال من ربع النهائي. قال البيان إن ساوثجيت ومساعده ستيف هولاند عدى الفريق بشكل استثنائي خلال البطولة، وإن كل اللاعبين كانوا ملتزمين ويعملون من أجل الفوز بالكاس وبقيادة جيدة جدا من هاري كين، لكن مواجهة أبطال العالم لمنتخب فرنسا حالت دون تحقيق الحلم والتتويج باللقب. وأكد بولينغام في البيان إنهم فخورين للغاية بساوثجيت واللاعبين والمدربين والمشجعين، وبيملك ساوثجيت عقد مع الاتحاد الإنجليزي مستمر لنهاية يورو 2024. لكن المدرب الإنجليزي أكد بعد الخروج من المونديال أنه يحتاج لوقت للتفكير في مستقبله بشكل أكبر. المنتخب الإنجليزي كمان غادر الدوحة بعد الخروج من كأس العالم على يد منتخب فرنسا حامل اللقب. سجلت إنجلترا رقم قياسي لكن للأسف سلبي في عدد مرات الخروج من الدور ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركتها. والنهارده صحيفه لو باريزيان الفرنسيه اكدت على بقاء ديدي دوشامب مدير فني لمنتخب فرنسا، وده حتى يورو 2024 بعدما حقق الهدف المطلوب في عقده الحالي وهو التاهل قبل نهائي مونديال 2022. اضافت الصحيفه ان دوشامب استجاب لرغبه نويل لو غريت، وهو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي اللي رحب باستمرار المغامرة اللي بدأت قبل 10 سنين. وكانت عدة تقارير قالت إن زين الدين زيدان ممكن يتولى تدريب الديوك الفرنسية بعد كأس العالم. وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا أعلنت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هيسافر قطر لحضور مباراة منتخب بلاده مع المغرب الأربع اللي جاي، وده في نصف نهائي كأس العالم. أضافت الوزيرة إن ماكرون تابع كل ثانية في مباراة فرنسا وإنجلترا، وأكدت إن ماكرون أعلن حضوره لنصف النهائي والنهائي قبل انطلاق المونديال. نروح لمارسيليا وهينضم لينا خالد شقير عشان يطلعنا أكتر على زيارة ماكرون لحضور مباريات فرنسا النهائية وقبل النهائية. مساء الخير خالد، ماذا لديك بشأن يعني زيارة ماكرون للفريق؟
مساء الخير بسنت، تحياتي لك ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. طبعا الرئيس الفرنسي من المعروف أنه رياضي قديم، وبمناسبة مارسيليا هو أحد أهم مشجعي فريق أولمبيك مارسيليا، بالرغم أنه غير مارسيلي، يعني هو ليس من مواليد هذه المدينة، ولكنه مشجع كبير أيضا للمنتخب الوطني الفرنسي. وبعد انتهاء مباراة الأمس هنأ المنتخب الفرنسي على صفحته على تويتر وفيسبوك، وأيضا لم ينسى الرئيس الفرنسي أن يقول للزرق أن الدولة كلها خلفكم أو الشعب كله خلفكم، ولم ينسى أيضا أن يهنئ الفريق المغربي بهذا الانتصار الكبير على حد قوله، وضرب لهم موعدا في نصف النهائي. من المعروف أن الرئيس الفرنسي أو قصر الإليزي كان قد أعلن أن الرئيس الفرنسي سيحضر في حالة وصول الفريق الفرنسي إلى نصف النهائي مباريات كأس العالم ويتوجه إلى قطر. نعم. هذا ما أكدته وزيرة الرياضة الفرنسية صباح اليوم، وأكدت على أن الرئيس الفرنسي سيفي بوعده، ولكنها لم تحدد يعني بالضبط سيصل متى إلى قطر. نعم، طيب خلينا نروح للجمهور الفرنسي، يعني هل الجمهور الفرنسي يثق في فريقه في إمكانياته للحصول على اللقب مرة أخرى؟ الحقيقة يعني كل الصحف الفرنسية اليوم أكدت على أن الفريق الفرنسي هو فريق جماعي وفريق ممتاز، ويمتاز بعدد كبير جدا من النجوم زي إمبابي وكريزمان وجيرو، وبالرغم من الغيابات التي يشهدها الفريق الفرنسي وبصفة خاصة في خط الوسط، إلا أن الفريق الفرنسي أثبت بالفعل بأنه فريق عريق، وبصفة خاصة أن المباراة كانت صعبة أمام إنجلترا. وأيضا أكدت الصحافة الفرنسية بأن المهمة لن تكون سهلة أمام أسود الأطلسي. بالنسبة للجمهور الفرنسي عنده ثقة بالوصول إلى مباراة النهائي والفوز على المغرب، وأيضا بالعودة بكأس العالم مرة أخرى والحصول على النجمة الثالثة للديوك الفرنسية. هذا ما يتمناه وهذا ما رصدناه من خلال كاميرا طبعا القاهرة الإخبارية بالأمس بعد الاحتفالات التي شهدتها مارسيليا والعواصم والمدن الفرنسية الكبرى بالتأكيد بانتصار الفريق الأزرق. لدي هنا سؤال سريع عن الجالية المغربية، يعني الجالية المغربية موجودة بشكل واضح وقوي في فرنسا، فكيف سيتم التعامل معها بعد يعني هذا الفوز؟ الحقيقة طبعا هناك استعدادات أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، والجالية المغربية احتفلت احتفالا جميلا وكان احتفالا مبهرا، خرج بعض من العشرات من يعني المتعصبين، ولكن تم احتواء الأمر سريعا. ستبقى الجالية المغربية منها كثير يحصلون على الجنسية الفرنسية ما بين بلدهم الأصلي وما بين طبعا منتخب البلد الذي يعني يحتضنهم، ولكن الأجواء هي حتى هذه اللحظة أجواء رياضية وروح رياضية، والفوز للأفضل على حد قول ما قمنا بسؤالهم طبعاً بالأمس بكاميرا إكسترا نيو القاهرة الإخبارية في هذه الاحتفالية التي إن شاء الله سنستمتع بها من خلال الجمهور العربي يوم الأربعاء إن شاء الله. يعني نتمنى حظ سعيد للمنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. شكراً خالد شقير، كنت معنا من مارسيليا. قال برونو باتكوفيتش مهاجم منتخب كرواتيا إن الفريق مش هيحاول فرض رقابة فردية على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قبل نهائي كأس العالم، لكن التركيز كله هيكون على تعطيل مفاتيح لعب الفريق ككل. ليس لدينا خطة محددة على الأقل حتى الآن لإيقاف ليونيل ميسي. عادة لا نركز فقط على إيقاف لاعب واحد، ولكن الفريق بأكمل. الطريقة التي سنتعامل بها هي أننا نحتاج إلى إيقافهم كفريق واحد. الأرجنتين ليست ميسي فقط، لديهم العديد من اللاعبين الرائعين. لا أعتقد أننا بحاجة إلى الخوف من أي شخص، نحن بحاجة إلى النظر إلى أنفسنا للاعب أفضل. سنقوم بتحليل شامل مع المدرب والأمور التكتيكية، ثم سنرى كيف سنهاجم مباراة. نروح للكرة الذهبية، وقدم نجوم كرة القدم السابقين البرازيلي كاكا والإسباني إيكر كاسياس كرة المباراة الرسمية واللي هيتم استخدامها في الدور قبل النهائي والنهائي للمونديال. الكرة الجديدة اسمها الحلم، وهتحل محل كرة الرحلة الحالية، وهتكون كرة الحلم هي أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف النهائي ونهائي المونديال، بتصنع حصريا من أحبار ومواد لاصقة مائية بتشمل اللون الذهبي للكاس، فضلا أيضا عن يعني نمط العلم القطري.
عشان نعرف آخر أخبار الخاصة بكأس العالم. ينضم لينا كالعادة موفد القاهرة الإخبارية للدوحة محمود شوقي. مساء الخير يا محمود، يعني ماذا لديك من آخر أخبار يعني عن استعدادات المنتخبات المتأهلة؟ مساء الخير بسنت، أجواء المونديال لا تتوقف، أفراح هنا في الدوحة مستمرة للجماهير المغربية العريضة. ربما تسمعين لدي في الخلفية احتفالات الجمهور المغربي لا تتوقف على الإطلاق، لدرجة أن كل المواطنين والوافدين في الدوحة لم ينعموا بالنوم مساء أمس وحتى ساعات مبكرة من الصباح. الجمهور المغربي يملأ كل جنبات الدوحة فرحا بإنجاز تاريخي ربما لا يتكرر كثيرا. لكن على مستوى المعلومات بسنت، دعني أؤكد لك أن المنتخب المغربي قد حصل اليوم على راحة سلبية من المران، خاصة وأن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي أراد إراحة لاعبي الذين تعرضوا لضغوط بدنية وذهنية وفنية كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة، بداية من كأس العالم، خاصة أنه قد خاض مباريات ثقيلة على المستوى الفني والبدني أمام كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وهو الفريق الأكثر تعرضا للمواجهات الصعبة في تلك البطولة الكبيرة. المنتخب المغربي يفقد بعض نجومه وخاصة وليد شديرة الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وكذلك نايف أكرد الذي تعرض لإصابة في الركبة ولا يزال أمره مشكوك فيه، خلال الساعات القادمة سوف يتم حسم أمره بشكل كبير. لكن باقي اللاعبين علمنا من الأجهزة المعاونة للمنتخب المغربي أن هناك تجهيز لباقي اللاعبين الذين تعرضوا للإجهاد، وربما يكون كل الصفوف مكتملة فيما عدا شديرة ونايف أكرد. هذا على المستوى الصفوف المنتخب المغربي. لكن إذا كان المنتخب المغربي قد حصل على راحة سلبية اليوم، فإن تدريبات المنتخب الكرواتي استمرت، وكذلك تدريب المنتخب الأرجنتيني، لكن تدريبات مغلقة للمنتخب الأرجنتيني وكذلك المنتخب الفرنسي الذي خاض مرانا اليوم دون الحصول على راحة بقرار من ديشامب المدير الفني للفريق. نعم، يعني محمود، هل هناك جماهير من المنتخبات التي لم تتأهل ما زالت حريصة على الحضور؟ هناك بعض الأعداد القليلة إلى حد ما التي تستمر حتى نهاية المونديال، خاصة بسنت أن أعداد من الجماهير التي كانت تنتمي على سبيل المثال لمنتخب البرازيل قد حجزت تذاكر مبكرا للمباراة نصف النهائي ومباراة النهائي، ومنها أعداد قررت البقاء في الدوحة للاستمتاع بنهائي كأس العالم، وإن كان معظم الجمهور قد غادر الدوحة اليوم بالفعل. لكن إذا كانت البعض كان غادر الدوحة، فإن أعداد من الجماهير الفرنسية قد وصلت اليوم إلى الدوحة من أجل متابعة ومساندة المنتخب الفرنسي المرشح الأقوى لحصد اللقب، رغم المواجهات الصعبة أمام المنتخب المغربي الذي بات يمثل صداعا قويا لكل المنتخبات الكبرى خاصة المنتخبات الأوروبية. كذلك أعداد كبيرة من الجماهير المغربية توافدت على الدوحة أيضا، ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة أيضا خلال الساعات القادمة أملا في حضور تلك المباراة الكبرى التي يتابعها العالم أجمع في ظل التألق الكبير للمنتخب المغربي. نعم. كذلك جماهير إنجليزية كبيرة قد غادرت قطر، في حين أن الجمهور الأرجنتيني لا يزال موجودا بشدة، وهو من أكثر الجماهير كما أكدنا في رسائل سابقة من أكثر الجماهير تحمسا وحماسا ودعما لفريق التانجو. نعم، أشكرك محمود شوقي موفد القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من هناك. وعشان الكلام هيكتر في السوق أو في سوق الانتقالات الشتوي اللي جاي، أيقونة الكرة البرتغالية روي كوستا رئيس نادي بنفيكا أكد أن النادي ليس له يعني ليس في أزمة مادية عشان يبيع مهاجمه جونكالو راموس، وخطف راموس الأضواء في كأس العالم بتسجيله هاتريك في شباك سويسرا في دوري 16. قال روي كوستا للصحفيين النهاردة أن قرار بنفيكا واضح، وهو عدم رحيل أي لاعب إلا إذا تعلق الأمر بالشرط الجزائي، وهذا الأمر أساسي لكل الفريق حاليا. تشير العديد من التقارير الصحفية أن المهاجم البرتغالي لديه شرط جزائي مع بنفيكا يقدر ب 120 مليون يورو. فاصل قصير مشاهدينا ونعود مرة أخرى لاستكمال باقي هنا المونديال.
دلوقتي جه وقت ضيوفنا في الاستوديو والجزء التحليلي مع ضيفي امير عبد الحليم. مساء الخير يا امير. وفاروق عصام. مساء الخير. طبعا يعني في سؤال ظهر مع فوز المغرب وهو ماذا لو ما كانتش المغرب تاهلت. فقط كنا هنسال ليه طموح المنتخبات الافريقيه والعربيه بيوصل عند حد معين؟ بسبب العقليه. هو ده اللي قاله وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل مباراه اسبانيا في ربع النهائي وبعد مباراه البرتغال في ربع النهائي، ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في العقليه. المنتخبات الافريقيه ما عندهاش فكره او ما عندهاش عقليه ان انا ليه ما اروحش لبعيد وليه ما احلمش ان انا اروح لاقرب مكان انافس منه على كاس العالم. وده الوليد الركراكي عايز يغيره، وده اللي منتخب المغرب عايز يغيره. وتصريحاتهم في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على البرتغال بتؤكد كل ده. حتى كمان قبل الفوز على البرتغال احنا اشدنا بان وليد الركراكي قال تصريح انا بشوف انه من اهم التصريحات في تاريخ الكره الافريقيه. احنا عايزين نحلم، ولو ما كسبناش كاس العالم الناس كلها هتقول ان المغرب هي اللي ابتدت الحلم. وكان صادق في تصريحاته، هي مش مجرد تصريحات عنتريه او تصريحات يعني صوتها عالي وقفلت على كده، لا، الراجل فعلا حلم ويوصل بحلمه لأبعد نقطة ممكنة. عندنا منتخب عربي أفريقي في سيمي فاينال كاس العالم. الجملة نفسها وقعها على الأذان مميز جدا. هي الجملة وقعها على الأذان، بس هي مش شوية ممكن ما تبقاش واقعية. يعني كلمة احنا عاوزين نحلم، طب هو في كام لاعب في كام بلد عربي أو أفريقي بيحلم؟ بس أكيد في مشكلة ما، أو أكيد في صعوبات، أو نقدر نقول نقاط ضعف أو تحديات بيواجهها اللاعبين. هل تقدر تقول لي إيه ممكن تكون الصعوبات أو نقاط الضعف اللي بتحول دون ما يبقى في منتخبات بتوصل لربع النهائي، ونلاقي بقى إن في مش مغرب واحدة بس، نلاقي أكتر من بلد آخر؟ خلينا نقول ان افريقيا السمراء حاجه، وافريقيا وشمال ومنتخبات شمال افريقيا حاجه. المشاكل اللي بتواجه المنتخبات افريقيا السمراء هي المشكله تنحيه المصالح الشخصيه للعيبه، وخصوصا اللعيبه اللي بتلعب في انديه كبيره. دايما اللاعب لما بيلعب في انديه كبيره، وبنشوف لعيبه في الكاميرون ونيجيريا وغانا لما بييجوا يمثلوا منتخباتهم، بحس ان هم جايين يمثلوا نادي مش منتخب، لان هو بيفرض شروطه وبيفرض اوامره سواء على المدير الفني او حتى المسؤولين. شفنا اونانا في بطوله زي كاس العالم، ازاي انت في بطوله زي كاس العالم بتنسحب من البطوله بالشكل ده وتسيب منتخب بلدك؟ اعتقد ان دي مشكله كبيره ما بنشوفهاش في منتخبات اوروبيه. فعقلية اللاعب الافريقي كمان زي ما قال امير محتاجه تطور كبير، خصوصا ان دي لعيبه بتلعب في اوروبا. هو ما يقدرش ان انا يعمل ده في انتر ميلان، او ما يقدرش يعمل ده. طب ليه ما يقدرش يعمل ده في انتر ميلان؟ لانه في قواعد وفي عقاب، قواعد ماديه يعني طبعًا. فبالتالي هو بيخاف على مكانه، بيخاف على فلوس. يعني انت هتلعب فهتاخد فلوس، فهو بيعتبرها كانها وظيفه. ولكن يمكن لما بيكون بيلعب في المنتخب بتاعه، هو طول الوقت هو هياخد فلوس ما مثلا، فهو خلاص انا نجم. فاحنا نغير ده ازاي؟ يمكن هي القواعد، وده اللي بيخليني اروح لنقطه ابعد. ايه المختلف ما بين المنتخبات الاوروبيه والمنتخبات الكبرى وما بين المنتخبات العربيه والافريقيه؟ ايه المختلف؟ طيب خلينا في المتشابه الاول. تمام. المتشابه هو ان المنتخبات دلوقتي كلها عندها قائمه من المحترفين الذين يتالقون في الانديه الاوروبيه. طبعا ده حاجه اساسيه. ده الفرق الاول، الفريق الأول ما بين المغرب وما بين أي فريق عربي تاني حالياً، إن المغرب قايمته من النجوم المحترفين في أوروبا. تمام. بنتكلم عن حكيم زياش في تشيلسي، أشرف حكيمي باريس سان جيرمان، ياسين بونو، يوسف النصيري، أش بلاير. في أسماء كتيرة جداً، سفيان مرابط في فيورنتينا هيروح نادي أكبر أنا متأكد، سفيان بوفال وأناحي في أنجيل فرنسي حد فيهم ممكن يروح نادي أكبر، وهكذا. فإحنا بنتكلم إن قايمة منتخب المغرب هي قادرة على تحقيق الحلم. عشان كده بقول لك التصريحات مش عنتريه. ممكن هنا وانا قاعد مكاني واقول لك منتخب مصر يروح كاس العالم ويكسب كاس العالم، بس هل انت عندك الامكانيات والادوات قبل ما تحلم الحلم ولا لا؟ فهو كان عنده الامكانيات والادوات. كان ناقص ايه؟ ناقص انضباط. الانضباط ده دخل حكيم زياش ونصير مزراوي اللي هو برضو باك يمين بايرن ميونخ، وعبد الرزاق حمد الله واحد من هدافين الدوري السعودي في خلاف مع وحيد حلولوزيتش المدير الفني السابق، فالراجل استبعدهم، فده اثر بالسلب على منتخب المغرب اللي ما ظهرش بالقوه الكبيره لانه فقد عنصرين على الاقل مهمين جدا في تشكيله الاساسي. وليد الركراكي لما جه هو حاول يحل المشاكل وفي نفس الوقت يحافظ على الانضباط جوه الفريق، فبقينا بنشوف عبد الرزاق حمد الله اللي كان بيرفض ينضم لمنتخب المغرب علشان ما بيلعبش اساسي قاعد على الدكه واول واحد بيحتفل بزمايله.
بنشوف حكيم زياش نجم تشيلسي بيرجع يدافع وبيقدم دوره الدفاعي بشكل ممتاز جدا، وكمان مش بيدور على اللقطه والشو اللي كانت الناس بتتخيل ان هو دايما بيعملهم لما بيجي ينضم لمنتخب المغرب. وشفنا ايثار كبير جدا من كل نجوم منتخب المغرب وحب للفريق على حساب حب المصلحه الشخصيه، فدي حاجه مفترض برضو إشادة كبيرة تروح لوليد الركراكي بالظبط المدرب. فالموضوع هنا إيه؟ الموضوع هنا معتمد على المنظومة والمدرب. أونانا نجم كبير في إنتر ميلان، وفي قبله كمان جيان أسموا مع منتخب غانا، وسولي مونتاري وكيفن برينس بواتينج كلهم عملوا مشاكل نفسه أمير وصامولتو كلهم عملوا مشاكل مع منتخبات بلادهم في تاريخ مشاركات المنتخبات الإفريقية في كأس العالم. والمشاكل دي سببها إيه؟ سببها ما فيش انضباط، ما فيش منظومة قايمة من اتحاد الكرة وواصلة لحد المدرب علشان توصل بعد كده للعيب ويحس ان هو لازم يضحي بنفسه ويضحي باللقطة عشان منتخب بلاده. يعني انا افهم لو في انضباط وفي لاعب شايف ان هو لازم يضحي بنفسه حتى هنقدر نوصل لنفس النتيجة اللي وصلت لها المغرب، وربما احنا عاوزين كمان نتيجة افضل يعني وابعد كمان. يعني هو ذكر نقطة مهمة ان هو بيبقى اللاعب في النادي اللي بيلعب فيه بيحس ان هو خايف على مكانه، ولكن بيرجع لمنتخب بلده بيبقى حاسس ان هو يعني انا بتكرم عليكم. هل هي دي نقاط بس، ولا ممكن تكون في ممكن احنا بينقصنا مثلا خطط طويله الامد وخطط قصيره الامد وتجهيز اعداد بدني وفتره طويله؟ هل فعلا ايه النقاط لو احنا جينا قلنا 1 2 3 4؟ لا، في زي ما انت قلتي طبعا البنيه التحتيه في المغرب. احنا لو هنتكلم على انجاز المنتخب المغربي لازم نرجع بقى لاكاديميه الملك محمد السادس اللي هي خرجت لعيبه كتير موجوده في الجيل الحالي للمنتخب المغربي، سواء اناحي او لعيبه كتير موجوده في قائمه المنتخب المغربي. انا بشوف ان المنتخبات الافريقيه لو حافظت على حاجتين في البطولات المجمعه البطولات العالميه اللي فيها احتكاك بمنتخبات اوروبيه هيقدروا ان هم يوصلوا بعيد. اول حاجه الروح القتاليه، ودي اللي اعتقد ان السمه الاساسيه للجيل الحالي للمنتخب المغربي هو القتال في كل المباريات، الالتزام التام في الأدوار، وجود انضباط ده شيء أساسي، لكن جوه الملعب لازم يكون فيه روح قتالية في كل المباريات، لأن أنت ما فيش فرق إمكانيات ما بينك، إمكانيات فنية ما بينك وما بين اللاعب الأوروبي، لأن أنت بتنافسه في مركزه في نادي في أوروبا، بالعكس أنت بتتفوق عليه. فالإمكانيات الفنية لدى بعض اللعيبة خصوصا اللعيبة الأفريقية أعتقد أن هي متشابهة. الشيء الوحيد اللي بينقص المنتخبات الأفريقية في وجهة نظري هو الاستمرار طوال البطولة بنفس المستوى بنفس التركيز جوه المنتخب جوه المجموعة، لأن بنشوف المنتخبات الأفريقية بالأداء في مباراة بيكون بشكل وأداء مباراة تانية بيكون بشكل، وده نابع من عدم الاستقرار زي ما اتكلم أمير داخل المعسكر الواحد للمنتخبات الأفريقية. طيب خليني أروح لمنتخب تاني وهو البرازيل. يعني البرازيل طب قبل ما نروح للبرازيل خليني برضو أضيف على كلام فاروق حاجة، وحاجة أنت قلتيها أنا عايز بس يعني أكد عليها كمان بأرقام. أنت قلتي خطط طويلة الأمد مظبوط؟ طيب تعالي كده نبص على منتخب غانا. منتخب غانا ده مليء بالنجوم، نجوم محترفين بقى في الدوري الانجليزي وفي الدوريات الاوروبيه، ويقدر عادي جدا ان هو يتاهل من مجموعته على الاقل بسهوله. رغم كده خرج من مرحله المجموعات رغم ان التاهل كان في ايده. طبعا. منتخب غانا في الفتره اللي فاتت تعاقب عليه 3 مدربين. تمام. فالنهارده احنا بنتكلم عن ان منتخب على غانا على مده قد ايه بالظبط؟ منتخب غانا راح كاس الامم الافريقيه اللي كانت من كام شهر دي بميلوفان راجيفيتش، وده مدرب يعني مدرب مخضرم، هو اللي حقق معاهم الانجاز في التاهل لربع النهائي سنه 2010. راحوا معاه ما يعني ما حصلش على التوفيق او ما حصلش على النتائج اللازمه في كاس الامم الافريقيه فاقالوه، فجابوا بعده مدرب. المدرب ده اهو بعد كاس العالم استقال وهكذا، وهيدخلوا الدوامه، وقبل ميلوفان راجيفيتش كان في مدرب ثالث وهكذا. لما نيجي نبص على منتخب الكاميرون، منتخب الكاميرون تأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم مع مدرب برتغالي اسمه كونسيساو، وبعد كده لما خسروا من مصر بركلات الترجيح في السيمي فاينل اللي هي حاجة عادية يعني، مشوا المدرب وجابوا ريجيبور سونج اللي هو بس صاحب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. تونس نفس الكلام، تأهلوا مع منذر الكباير، بعد كده قالوا منذر الكباير بسبب كأس الأمم الأفريقية تولى المسؤوليه جلال القادري اللي راح مع تونس كاس العالم. لما نيجي بقى نبص على منتخبات اوروبا هنلاقي ان فرنسا عادي ما عملتش يورو كبير الفتره اللي فاتت بس كملوا مع ديدي ديشان. هنلاقي انجلترا جاريث ساوثجيت نفس الفكره. مين المدرب الوحيد اللي مستمر بشكل جيد جدا مع فريقه ومكمل لان كان في خطه فعلا لاعداده؟ هو اليو سي سي. عشان كده اليو سي سي اول مدرب في تاريخ المنتخبات الافريقيه يكمل مع منتخب بلاده في بطولتين متتاليتين. ده رقم سلبي جدا. يعني نتكلم ان منتخب يعني كل منتخب في افريقيا غالبا بيغير مدربه كل سنه على الاكتر، ويمكن زي ما حضرتك قلت انه بياخد المدرب وقت على ما يفهم اللعيبه وازاي يقدر يمسك مفاتيحهم واللعيبه نفسها
واللعيبه نفسها بتاخد وقت لحد ما تتعود على المدرب وتعرف طريقه شغله وتعرف طريقه لعبه وهكذا وهكذا. فالمنتخبات الافريقيه بتغير المدربين زي بالظبط ما بتغير اطقم اللبس بتاعتها. انما لما نيجي نبص على المنتخبات الاوروبيه لا في فارق كبير. ديدييه ديشان موجود في 2018 وموجود في 2022. انجلترا جاريث ساوثجيت موجود في 2018 و2022. تيتشي مدرب البرازيل اللي احنا هنتكلم عنها موجود في 2018 وموجود في 2022. التقييم هنا مش ان انت خرجت من ربع نهائي كوبا امريكا ولا خرجت من ربع نهائي اليورو ولا خرجت من سيمي فاينال كاس العالم، لا انت عندك مشروع ولازم تكمله، والمشروع ده هنقيمه بقى في النهايه في نهايه العالم. ممكن حتى نحط خطط قصيره ونشوف هو بينفذها ولا لا، لكن فكره ان انا احمل دايما المدرب هو المشكله الكبيره عنده. احنا ما وصلناش للهدف ده او ما حققناش مثلا فوز معين فيبقى هو المدرب هو، يلا نشيل المدرب ونحط مدرب تاني. بالظبط كده. طيب خلينا نروح للبرازيل ونشوف ان من 2002 احنا ما شفناش البرازيل في كاس العالم نعتبر. طيب هل من 2002 لحد دلوقتي مع كم اللعيبه المحترفه ده ليه البرازيل ما قدرتش ان هي توصل لكاس العالم؟ وكمان عندي نقطه تانية يعني مهمه، هل البرازيل ما قدرتش ان هي تخلق جيل زي جيل 2002؟ لا بالعكس، يعني احنا بنتكلم ان جيل المنتخب البرازيلي سواء من 2002 في كل البطولات، انا اعتقد ان جيل 2006 ده واحد من افضل الاجيال اللي جم في تاريخ الكوره. يعني كان بنتكلم على جيل فيه كاكا ورونالدينيو وادريانو ورونالدو وزيروبرتو وروبرتو كارلوس، كان جيل عظيم جدا في 2006. ورغم كده الجيل ده خرج ضد لاعب واحد وهو زين الدين زيدان في مباراه المنتخب الفرنسي. فاعتقد ان المشكله لا، البرازيل افرزت اجيال كتير، حتى الجيل الحالي هو جيل اعتقد ان هو واحد من افضل الاجيال الموجوده في البطوله. ايوه بس انا ما شفتش في الاخر الكوره، دايما نقول البرازيل الكوره، فانا ما شفتش بقى لعب كوره انبهر بيه. ما هو الكوره حاليا في 2022 وفي البطوله الحاليه لا مختلفه، هي تنظيم وافكار وشغل تكتيكي. ما ينفعش ان انا اعتمد على الاسماء لمجرد الاعتماد على الاسماء. يعني على سبيل المثال في مباراه كرواتيا المنتخب البرازيلي كل التوقعات رايحه للمنتخب البرازيلي لانه بيمتلك العناصر الافضل، بيمتلك الخبره، بيمتلك المهاره. ولكن على الجانب الاخر المنتخب الكرواتي بيمتلك تنظيم هو الافضل على ارض الملعب. المنتخب البرازيلي دخل المباراه بيواجه افضل وسط ملعب موجود في البطوله كلها، ثلاثي بروزوفيتش ومودريتش وكوفازيتش، بثنائي بس في وسط الملعب. ازاي انا هواجه افضل فرقه بتخرج بالكوره مع اثنين لعيبه كازيميرو وباكيتا كان في عجز تام في الخروج بالكوره للمنتخب البرازيلي طوال الشوط الاول؟ ورغم كده تيتي واقف لا ارى المنتخب الكرواتي بشكل صحيح ولا قدر يتدخل ويعدل صفوف المنتخب البرازيلي بحيث ان المنتخب البرازيلي يقدر يخرج بالكوره. هو المشكله مش مشكله هجوميه بالنسبه للبرازيل، المشكله هي مشكله خروج بالكوره وايصال الكوره للهجوم. يعني دي مشكله مدرب بالظبط، كان واضح في مباراه كرواتيا ان ما كانش فيه قرايه جيده للمدرب تيتي والجهاز المعاون، لان الكوره دايما وخصوصا في البطوله دي شفنا منتخبات اضعف بكتير من منتخبات تانية بتكسب. ليه؟ لان الكوره حاليا خلاص بقت معتمده على التنظيم، بقت معتمده على افكار كتير في الملعب. وليد الركراكي على سبيل المثال لو اتكلمنا مقارنه بالمنتخب المغربي بمنتخبات تانية وجهه سواء اسبانيا او البرتغال على صعيد الاسماء او صعيد المهارات الفنيه، هو الفرق مش كبير بالنسبه لبعض الاسماء، لكن على المجموعه في فرق كبير. لكن رغم كده وليد الركراكي حافظ على تنظيمه وثباته وتعليماته اللي ما اتغيرتش من المباراه، ويمكن ده هو اللي بعيب عليه شويه المنتخب السعودي وهيرفي رينار، ان هو في الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات لجأ لتغييرات ما اعتقدش ان كانت اثمرت عن فوائد اكتر ما هي اثمرت عن كانت نقمه بالنسبه للمنتخب السعودي، على عكس المنتخب المغربي اللي حافظ على شكل 4 5 1 في كل المباريات. لو في عنصر غاب بيكون العنصر البديل بيلعب بنفس الادوار بنفس الشكل، ما تقدريش تقولي ان مثلا يحيى عطيه الله مكان نصير مزراوي كان في اختلاف في الادوار، بالعكس هو بيلعب بنفس دور مزراوي. نفس الكلام بالنسبه لسليم املاح وناحي لو غابوا موجود برده، حتى التغيير المعروف لشديره لما بينزل مكان نصير بيعمل نفس الادوار بيرجع وبيضغط. فكان واضح ان في منظومه، دلوقتي اللعب معتمد على التنظيم. فالمنتخب البرازيلي كان واضح جدا انه ما قراش مباراه كرواتيا بشكل صحيح. كمان الغرور اللي كان واضح بالنسبه للعيبه قبل المباراه، شفنا اغاني وشفنا رقص وشفنا حتى وهم بيحلقوا شعرهم وبيعملوا قصات قبل المباراه بيوم واحد، وده برده يندرج تحت برده المدرب. يعني المدرب هل هو مسيطر على اللعيبه؟ هل هو بيقول لهم ايه علشان يخليهم يظهروا بالشكل ده؟ يعني انت قلت في مدرب عنده ادوات معينه عرف يستغلها ومدرب ثاني ما عرفش يستغلها، فهل أقدر أحمل المدرب هنا هو المسؤولية الكاملة؟
في البرازيل تحديدا؟ لا انا بصراحه بشوف ان تيتي من افضل المدربين في البرازيل. هو الراجل اصلا ليه كمان تاريخ قبل ما يتولى قياده البرازيل. انا مثلا على سبيل المثال هنا الجمهور في مصر عارفينه لانه فاز بكاس العالم للانديه مع كرونسيانز وقتها واجه النادي الاهلي المصري في السيمي فاينال وقدر ان هو يتغلب عليه كويس جدا يعني صح. وتغلب على تشيلسي في النهائي. بس انا برضو متفق مع فاروق ان هو كان غير موفق ضد كرواتيا لان كان واضح جدا التفوق العددي لمنتخب كرواتيا في نص الملعب وكمان على الكواليتي كان صالح لمنتخب كرواتيا. وده احنا برضو هنا في البرنامج اتكلمنا عنه كتير ان منتخب البرازيل بيبقى عايز ينزل يفرض اسلوبه وشخصيته فبينزل بارتكاز واحد اللي هو كازيميرو وبيعتمد على باكيتا ونيمار معاه في نص الملعب فكل اللود كل الحمل بيبقى رايح ناحيه كازيميرو. بس ضد كرواتيا الوضع مختلف. انت بتلعب ضد مودريتش افضل واحد في المركز بتاعه يمكن في تاريخ كره القدم. تتكلم عن بروزوفيتش واحد من اصحاب المجهود الكبير في نص الملعب، بيرزيتش واحد من ابرز اللاعبين في الحته دي، وكوفازيتش طبعا. فانت بتتكلم عن ان لا انت بتلعب ضد منتخب مختلف عن اللي انت واجهتهم قبل كده، فان انت تنزل بنفس الاسلوب ده كان مفاجاه بالنسبه لي. ورغم كده منتخب البرازيل كان قادر ان هو يفوز في الماتش، ضيع كميه فرص كتيره جدا، بس في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه التنظيم بعد ما سجلت الجول ما كانش فيه تنظيم جوه الملعب. هي دي بقى المشكله. ليه؟ لان انت من البدايه ما نظمتش صفوفك. انت سجلت بعد التسجيل كان المفترض ان منتخب البرازيل يبقى مختلف عن منتخب البرازيل المعتاد عليه. لا، منتخب البرازيل بقى ده مش وقت ترقيص ومش وقت مهارات ومش وقت ان انت تحاول ان انت تهاجم مره لا خلاص، ده انت جبت الجول اللي انت محتاجه وكلها دقايق والماتش يخلص. تلعب ضد منتخب منظم جدا، منتخب بيحب يوصل لركلات الترجيح علشان هو مميز فيها، كان المفترض ان انت تحرمه من ان هو يوصل لهدفه. لكن ممكن يكون غرور البرازيل، كبرياء البرازيل خلاهم ما يفكروش بالشكل ده. يعني لكن يكون في نوع من انواع الاستهوان وهو نازل اللي هو انا لا انا هقدر بالزبط. ان انا اوصل واحقق. عارفه كمان بس انت عجبني في كلام امير حاجه، انا افتكرت المنتخب الارجنتيني ومباراه هولندا، لقيت ان سكالوني عمل حاجه اثبتت لي ان هو الراجل ده قرا المنتخب الهولندي بشكل كويس وحضر بشكل كويس للمنتخب الهولندي، لان هو غير طريقه لعبه ولعب بخمس مدافعين. ليه؟ لان ميزه المنتخب الهولندي ونقطه قوه المنتخب الهولندي في الطرفين بتوعه لما بيزيدوا بيلعبوا كرات طوليه عميقه خلف المدافعين، فهو عشان يلاقي العمق ويلاقي تغطيه لعب بثلاث مدافعين موجودين في القلب بحيث ان هو دايما موجود نيكولاس اوتاميندي عشان يغطي ديباي وبيرغفاين في الكرات الطوليه. عشان كده المنتخب الهولندي ظهر في الشوط الاول عاجز تماما. فدي الافكار اللي بتظهر ان المدرب فعلا حضر للخصم. وبالمناسبه دي انا عايز اشيد بوليد الركراكي في حاجه مهمه جدا. هل تعرفي ان قبل البطوله دي وليد الركراكي جلب واحد من انا بشوفه كده امير واحد من اسباب نجاح ليفربول وهو المدرب ومحلل الاداء كينغستون، واحد اشتغل مع كلوب من 2012 وساب ليفربول قبل البطوله وتعاقد معاه المنتخب المغربي وكان هو محلل اداء الخصوم في البطوله دي تحديدا، وشفنا تحليل رائع اعتقد ان هو استفاد ولخص كل نقط الضعف والقوه بالنسبه لمنتخب بلجيكا بالنسبه لمنتخب كرواتيا بالنسبه لمنتخب اسبانيا والبرتغال. فهو واحد هو ده بقى الفكر ان انت دايما الخصم، واعتقد كمان ضد فرنسا هيكون في مفاجات تاني تشكيله المغرب وهيكون فيه. وهو ده اللي انا بالزبط. كنت عايزه اتكلم فيه. تفتكر ايه اللي المغرب المفروض تعمله علشان تقدر تكسب توصل تكسب ماتش فرنسا؟ يعني انا عايزه اتوقع تخيلات كده لكل حد على حده. هو يعني لو انت مكان وليد الركراكي هتعمل ايه؟ يعني ايه نقاط الضعف اللي ممكن نستغلها في المنتخب الفرنسي؟ تخيل الطموح وصل ليه. ايوه لا اول حاجه دعاء الوالدين ده ان شاء الله. تاني حاجه دعوات الشعب العربي كله. يعني لا الموضوع ما فيش مستحيل. ويعني لا فعلا لا. المنتخب المغربي ادى اداء وبدنيا كان عالي. اسمح منك يا امير بعد اذنك اسمح منك. مستحيل. لا ده دي اللازمه اللي من اول البطوله. بس لو ما نقول على حاجه فما بعد اذنك ما تبوظهاش. انا سائلني في بدايه الحلقه ان الحلم مهم وصدقنا بحلمنا فاحنا بس مستحيل. لا الشعب المغربي يزعل من امير لو ماشي مستحيل لان هي ماشيه من اول البطوله. فنفرض حصل اي حاجه والمنتخب الفرنسي نزل مش في الفورمه اي حاجه في اتنين لعيب نتكلم بجد طبعا انت وصلت للسيمي فاينل كل حاجه ممكنه ليه ما تحلمش ان انت تكسب كاس العالم لا خلاص انت وصلت ان انت من الاربعه الكبار وحاجه تانية انت ضد اسبانيا سبت الاستحواذ لمنتخب اسبانيا والكل خرج وقعد يقول لك انت بتلعب بشكل سلبي علشان توصل لركلات الترجيح وكذا 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 ضد البرتغال تلعبت طريقه لعبه مختلفه تماما كنت صاحب انت المبادره الهجوميه وسجلت انت وضيعت فرصه والثانيه والثالثه كان ممكن اصلا تخلص الماتش من الشوط الاول او بدايه الشوط الثاني بس كان في سوء توفيق قابل منتخب المغرب فمعنى كده ايه معنى كده ان منتخب المغرب مش بيسيب الكوره للمنافس بتاعه مش بيعتمد على طريقه لعب واحده لا خالص انا بلعب بناء على
القسم بتاعي. ضد إسبانيا أنا بلعب ضد أفضل منتخب في العالم بيلعب تمريرات قصيرة وبيحب الاستحواذ، ودي ناس بتتدرب على الكلام ده من وهم في أكاديميات وهم في أطفال، فمنطقي تماما إن أنا مش هروح أجاريهم في الحتة بتاعتهم. لكن ضد البرتغال من الدقيقة الأولى ياسين بونو بيضغط عليه عادي جدا بكل هدوء، بيمرر لزميله اللي جنبه، ومنتخب المغرب بتمريره ثلاثيه ما بين حكيم زياش وحكيمي وأناحي اللي هو نجم المباراه بيقدر يخرج عادي من الضغط. ليه؟ لان منتخب البرتغال مش مميز في الحته دي زي منتخب اسبانيا. منتخب البرتغال بالعكس، منتخب البرتغال لما فاز على سويسرا 6-1 كان سايب الاستحواذ لمنتخب سويسرا. هو عنده ادوات هجوميه قويه لكن مش منتخب مستحوذ على الكوره. فمنتخب المغرب لعبه بالطريقه اللي تناسبه زي ملاعب اسبانيا بالطريقه اللي تناسبها، وضد فرنسا انا متاكد ان هو هيلعب بالطريقه اللي تناسب منتخب أيوة. فرنسا. طيب لو مسكنا منتخب فرنسا، يعني احنا دلوقتي خلاص عقليتنا كلاعيبه عرب اتغيرت في افارقه، واحنا دلوقتي هنفكر ان احنا هنقدر نكسب فرنسا. طيب احنا منتخب فرنسا نقدر نعمل ايه علشان نستغل نقاط الضعف اللي هي ايه بقى في الاول؟ يعني مبدئيا نستفيد من مباراه المنتخب الانجليزي ضد المنتخب الفرنسي لما كايل ووكر قدر يحجم مبابي مع مسانده من هندرسون، فده كان عازل شويه مبابي، ولما اتعزل مبابي ظهر المنتخب الفرنسي مش بقى المنتخب القوي، اعتقد ان هو كان منتخب متوسط شويه الامكانيات. فاهم حاجه الجبهه اليمنى بالنسبه للمنتخب المغربي، اعتقد ان حكيم زياش مطلوب منه مسانده حكيمي بشكل كبير جدا في المباراه دي. اهم حاجه ان انا زي ما قال امير تسيب الكوره للمنتخب الفرنسي، ما تفكرش ان انت تفتح مساحات للمنتخب الفرنسي لانه عنده ديمبلي وعنده امبابي وهم ممكن يعاقبوك في اي وقت. فاهم حاجه ان انا اضيق الخطوط، وهو اعتقد ان وليد الركراكي لازم يلعب بنفس الاسلوب المتبع من بدايه البطوله. هو خرج في المؤتمر الصحفي وقال من الجنون ان انا قابل المنتخب الاسباني وافكر ان انا اخد منه الكوره او اعمل بناء لعب من الخلف، لان ده جنون، لان هو افضل منتخب على مستوى العالم بيحضر لعبه. هو حتى قال في تصريحاته قال انا مش فاهم انتوا ليه المنتخب الافريقي لما بيسيب الكوره بتتكلموا عليه، مع ان في منتخبات تانية اوروبيه، واعتقد ان هو كان يقصد فعلا كرواتيا، بتسيب الكوره بتروح ركلات الترجيح وما بتسالوهاش الاسئله دي بالزبط. فكان واضح ان وليد الركراكي اعتقد ان هو اظهر كاس العالم بشكل يعني يدرس بصراحة. طيب خلينا نروح سريعا للمباراة ما بين الأرجنتين وكرواتيا ونشوف إيه نقاط القوة والضعف ما بين كل من الفرق. ليونيل ميسي بس الإجابة مش حاجة. أنا كنت هقول كده بالظبط فعلا طبعا، بس الموضوع كله معتمد على فورمة ليونيل ميسي، وأول ما ليونيل ميسي ما خلاص يعني بيعمل التارجت بتاعه ويبتدي بقى يهدى خلاص الأرجنتين بتبقى هي اللي بتستقبل اللعب. هو في فرق ما بين ان انا اكون انا المنتخب صاحب المبادره زي ما بالارجنتين بتحاول في بدايه المباراه علشان تستغل ان لسه ميسي في الحال هو فريش، لان يعني طبعا خلاص السن ده منطقي جدا لازم انت تتعامل معاه. فيليب لام نجم منتخب المانيا كاتب مقال مميز جدا عن ان كانت مشكله الارجنتين في 2014 لما خسرت الفاينل ضد المانيا ضد فيليب لام نفسه، ان منتخب الارجنتين بيعتمد على ليونيل ميسي، وانقذنا يا ميسي، الحقنا يا ميسي، اعمل كل حاجه انت يا ميسي. انما هو شايف ان ميزه الارجنتين دلوقتي واللي يخليها مرشحه للتتويج هي ان كل اللعيبه عايزه تساعد ميسي. في فرق هنا، ليه كل اللعيبه عايزه تساعد ميسي؟ علشان ميسي ما بقاش اللعيب الصغير في السن اللي يقدر يلعب 120 دقيقه بنفس المستوى، ولا يقدر ان هو يعني حتى كمان ضد استراليا مثلا ميسي خد الكوره من نص الملعب وراح وكان هيجيب هدف مارادوني، بس خلاص الكلام اللي كان بيعمله من 10 سنين ضد برشلونه مع برشلونه ما بقاش يقدر يعمله دلوقتي، وده منطقي جدا. ومع ذلك هو عنده الابداع اللي يقدر يخلص اي ماتش. ده يحصل امتى؟ يحصل في بدايه الماتش زي ما حصل ضد هولندا، زي ما حصل ضد استراليا، زي ما حصل ضد المكسيك. انما الماتش طول ده بيصعب الامور على الارجنتين، علشان بعد كده الارجنتين بتبتدي تتكشف فيها المشاكل الدفاعيه، وده ظهر ضد استراليا في استقبال هدف، وده ظهر ضد هولندا في استقبال هدفين متاخرين. فدي الميزه بتاعه منتخب الارجنتين، ولكن بيقابل منتخب كرواتيا المنتخب الوحيد في العالم القادر على تطويل اي مباراه، وتحس ان هو ما عندوش تارجت ان انا اسجل، ولا عندي تارجت ان انا افوز، انا عندي تارجت ان انا اطول الماتش، ولو استقبلت جول بعرف اسجل التعادل، ما عنديش مشكله. فما بتفهميش ايه اهدافه، هو اهدافه بس ان انا العب 120، انا رايح كاس العالم العب، انا رايح كاس العالم اتسلى. عارف كرواتيا يا امير عملت حاجه في البطوله دي انا بشوفها ان هي جديده في التكتيك، ان هم ازاي بيطولوا الوقت بالشكل ده في جوه الملعب بشكل ايجابي.
عن طريق الاستحواذ على الكوره. منتخب كرواتيا واحد من افضل المنتخبات في الاستحواذ على الكوره ونقل الباصات ما بين اللعيبه والتفاهم والتجانس ما بين، وخصوصا ان هو عنده قلبين دفاع بيقدروا يخرجوا بالكوره كويس. فمنتخب كرواتيا ما بيستحوذش استحواذ سلبي، ما بيضيعش وقت، لا ده هو الكوره كلها جوه الملعب والكوره هتبقى في رجلي، لان شفناه ضد منتخبات كبير راح لاشواط اضافيه، لكن هو اللي كان مستحوذ على الكوره وهو اللي كان بيخرج، وهو حتى بيخرج بالهجمه وبيرجع بيها تاني. مودريتش قادر ان هو يروح بالهجمه لحد التلت الاخير ويرجع بالهجمه تاني مع بروزوفيتش وكوفازيتش، فهم واحد. اعتقد ان التكتيك ده من موجود من 2018 واتطور كتير في البطوله دي، خصوصا ان خط هجومه هو واحد من اضعف خطوط الهجوم اللي انا بشوفها في المنتخبات اللي تاهلت حتى من دور المجموعات. لكن رغم كده هو مش معتمد على ده، هو معتمد زي ما قال امير ان هو يطول المباراه، وحتى في الاشواط الاضافيه وركلات الترجيح انا منتظر ان هي المباراه لو راحت ركلات الترجيح هنا مارتينيز وهنا ليفاكوفيتش اثنين حراس من افضل الحراس في التصدي ركلات الترجيح، ناقصهم بس ياسين بونو، لكن هتبقى مباراه صعبه جدا، واعتقد ان هي هتطول هتروح للأشواط الأخيرة. طيب احنا اتكلمنا على ليونيل ميسي، فبما اننا كان لازم برضو نتكلم عن كريستيانو رونالدو، برغم من الخسارة امام المغرب، لكن كان في حالة كده من حالات التعاطف على الفيسبوك والانستجرام، الناس كلها بتتكلم على كريستيانو رونالدو وعلى الصورة بتاعته، وكمان التصريح بتاعه ان هو عاوز يلعب وهو عنده 41 سنة. هل هناك ما يمنع؟ احنا ماشيين كويس طول الحلقة. يعني هو ما صرحش، هو كان ليه تصريح قبل كاس العالم وهو بيستلم جائزة افضل لاعب برتغالي في العام ان هو هيلعب كاس عالم ويورو، هو ما قالش ان هو لسه هيلعب كاس العالم الجاي. هو اللي قال كده اخته، واخته بصراحه بقى لها فتره يعني هي المتحدثه بتقول. هي بتعمل كل حاجه. فهو النهارده في رسالته الوداعيه ما قالش ان هو هيعتزل دوليا، ما قالش انه هيعتزل كره القدم زي ما بعض التقارير الصحفيه قالت. معانا البيان اهو على الشاشه. هو شكر فيه زمايله وشكر فيه الشعب البرتغالي وشكر فيه قطر كمان، وقال ان هو ما كانش عايز ان هي تبقى بالشكل ده، وهو يعني منطقي ان حاله التعاطف دي تبقى معاه. احنا طبعا فرحانين بالمغرب وفرحانين بتاهل المغرب، ولكن هو اسطوره من اساطير كره القدم. هي ما بقتش اخته دلوقتي، هي بقت مراته. يعني صاحبته جورجينا هي اللي خرجت سبب تنتقد المدرب. اعتقد ان دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي، ان هو دايما عيلته بتتدخل وحتى تصريحات قويه جدا. جورجينا خرجت قالت ان هو صديقك وحبيبك اللي انت بتدافع عنه ده قعدك على الدكه وهو استهان بيك، وما ينفعش تستهين بافضل لاعب في العالم. هو كريستيانو رونالدو مقتنع وعيلته مقتنعه ان هو ستيل او هو حاليا لسه افضل لاعب في العالم. هل مش ده جزء من ليه مش حقيقي؟ هو ما لعبش، يعني هو يعتبر يعني لعب في دور المجموعات ما قدمش اي اضافه، وبديله لما نزل قدر يسجل هاتريك، وحتى كريستيانو ما هو شارك في الشوط الثاني في مباراه دور ال 16 وشارك وما قدرش يقدم اضافه، وحتى مع مانشستر يونايتد هو مش قادر يقدم اضافه، بس هو مش مصدق حاليا انه خلاص جسمه مش مساعده. زي ما قال امير بالنسبه لليونيل ميسي، هو مش قادر يصدق الموضوع ده، لان كريستيانو بعقليته التنافسيه الكبيره هو متعود يبقى على القمه، ولما ما بقاش على القمه الموضوع ده اثر عليه بشكل سلبي. وحتى انا شايف دلوقتي ان هو معلش في المصطلح هو بيلوش حاليا، سواء على صعيد النادي او صعيد على الصعيد الدولي. انا عايز اسال سؤال حتى بعيدا عن كريستيانو رونالدو، هل يعني هناك ما يمنع ان في اي لاعب يوصل ل 41 سنه او بعد كده ويكون بدنيا ونفسيا قادر ان هو فعلا يشارك؟ ولا ده صعب جدا؟ ابراهيموفيتش الواحد كان من افضل اللعيبه بدنيا على مستوى العالم في جيله، مش قادر دلوقتي ان هو يلعب كل المباريات، كل موسم ممكن يلعب 8 او 9 مباريات يا دوبك، وبيتصاب وبيتعرض لمشاكل كتيره. فحتى كريستيانو توقعنا ان هو هيبقى النموذج الخارق لده، لكن هو ما قدرش يعمل كده. طيب. أنا مضطرة أنتقل لجزء سريع جدا وهو جزء مهم جدا، هي التشكيلات اللي هيختارها سواء أمير أو فاروق. أنا هبدأ بفاروق، أشوف التشكيل اللي هو اختاره شايف أن ده التشكيل الأقوى. اخترت إيه؟ أنا اخترت يعني خرجت بقى بره التوقعات في حراسة المرمى. أنا اخترت لوريس حارس المنتخب الفرنسي. يمكن أنا متوقع أمير اختار بونو أو ليفاكوفيتش. أنا شفته ليفاكوفيتش. أنا اخترت لوريس لأنه كان في الشوط الثاني تحديدا ضد المنتخب الإنجليزي صد انفراد في الشوط الأول، الشوط الثاني أخرج ثلاث كرات يعني كان متألق. يورانوفيتش واحد من الأظهرة اليمين اللي أنجبتهم البطولة دي، ظهير المنتخب الكرواتي. جواد اليميق مدافع تم التعويل عليه في المنتخب المغربي، أنا حتى كان فوق توقعاتي لأن أنا عارف جواد اليميق في الدوري الاسباني يمكن هو اقل من نايف اكرد ورومان سايس، لكن هو كان واحد من المتالقين ضد المنتخب البرتغالي. طب ليه معكش مودريتش؟ غريبه شويه. لسه جاي. لا مودريتش مش معايا، انا اخترت المره دي بروزوفيتش. يعني انا اخترت بروزوفيتش في وسط الملعب مع برونو فرنانديز، مع انزو فرنانديز واحد من افضل اللعيبه ولاعب صاعد مع بنفيكا. خط الهجوم طبعا ميسي ونصيري وبيتكوفيتش. بيتكوفيتش لم نزوله ضد المنتخب البرازيلي قدر يستحوذ على الكره، كان محطه بشكل جيد وقدر ان هو يسجل، فدي كانت التشكيله بتاعتي. طيب هنروح لامير بقى سريعا، هترد عليه بايه؟
طيب وحرس المرمى ليفاكوفيتش زي ما هو ما توقع يعني. خط الدفاع انا متفق معاه في جواد اليومك ومعاك فارديول نجم منتخب كرواتيا. فارديول بقى مين؟ لا لا انا هفضل معاه في كل التشكيلات. وكوندي عمل مباراه كبيره مع فرنسا ضد انجلترا. وفي خط الوسط يورانوفيتش انا متفق مع فاروق. وناحي لازم يبقى موجود وناحي. مودريتش من كرواتيا، جريزمان من فرنسا، يحيى عطيه الله من المغرب، وخط الهجوم جيرو وفيجوريست نجم منتخب هولندا اللي غير المباراه ضد الارجنتين. والله تخيل لو في اي جهاز فني كده يروح للمدرب يقول له اختار من لعيبة العالم، اختار عايز يبقى عندك كل الادوات. اكيد انا بشكركم جدا استاذ امير عبد الحليم واستاذ فاروق عصام، شكرا. واكيد يعني مونديال قطر ممكن يبقى لسه يعني مخللنا غرائب ومخللنا مفاجآت اكيد ممكن نفرح بيها كلنا، والمغرب تعمل حاجه باذن الله. حظ سعيد لكل المنتخبات، تصبحوا على خير. هنا القاهره عاصمه الخبر.